عندنا كلام كتير في الكرة العالمية، تحديداً هنركز على الكرة العالمية في الفقرة دي والمحترفين المصريين بالخارج مع الأستاذ محمد همام الناقد الرياضي اللي منورنا. صباح الهنا. صباح الخير على حضرتك أستاذ هواند، وصباح الخير على سادة المشاهدين قناة النادي الأهلي. أنا هبدأ بموضوع كان شوية عامل يعني تعليقات وحاجات كده مختلفة على السوشيال ميديا، وكان غريب ومضحك في نفس الوقت. هبدأ بملف محمد صلاح وطبعا الإصابة اللي كانت هنا والناس اللي شككت في الإصابة، وبعد ما رجع وتألق في الماتش الأخير لليفربول وكان ساعد في إحراز هدف وأحرز هو كمان هدف، الناس كلها جت قالت لك بعد كده بس ده عندنا إحنا. هو كان بيهزر بقى، ده كانوا بيضحكوا علينا ما كانش مصاب، طب ما هو كويس اهو، طب هو ما بيقديش ليه كده مع المنتخب، كل ده واكتر بكتير اتقال. يعني خلينا نبدا من هنا، وسؤالي هيكون كالتالي، بتشوف ازاي التشكيك في فكره ان محمد صلاح اصلا مصاب وان هو اداؤه فعلا مختلف تماما مع المنتخب ومختلف يعني اقل من اللي احنا نعرفه مع ليفربول، والحاجه الثانيه فكره برضو يعني عودته بهذه القوة مرة تانية مع ليفربول، يعني أنا عايز أبدأ من الزاوية دي. في البداية طبعا هنتكلم عن نقطة الإصابة، فنقطة الإصابة كانت معلنة وواضحة من نادي ليفربول وتحديدا من يورجن كلوب لما أعلن في مباراة بعد مباراة بورنموس إن صلاح هيغيب لفترة، وتحديدا إن ممكن لو قدر إن هو هيلحق نهائي كأس الأمم الإفريقية في حال وصول المنتخب المصري ممكن ينضم للمعسكر وقتها تاني. لكن بعدها فوجئنا بتغريدات من رامي عباس وكيل اللاعب، واعلن ان قال بعدها ان الاصابه يعتبر مش اصابه سهله وهتاخد اكتر من المده اللي كانت متوقعه، وبناء عليه فعلا الكلام كان صحيح من تحديدا سواء كان من يورجن كلوب او من رامي عباس، وفعلا غاب قرابه شهر. وحتى بعدها حتى بعد مباراه برنتفورد قال تقارير صحفيه ذكرت ان صلاح ممكن حتى ما يلعبش مباراه بكره مباراه لوتون تاون، ان في برضو لسه الاصابه برضو مش يعني مش لائق 100%. فبناء عليه كان الكلام سواء من هنقول الكلام في مصر هنا كلام كان غير صحيح. لو هنتكلم عن نقطه من الناس من البعض اللي شكك، اكيد بنتكلم برضو ان صلاح اكيد لاعب محترف، لاعب مش صغير، ان هو هيطلع والبعض قال ان هو يعني اتحجج علشان خاطر مباريات ليفربول، وتحديدا كان في فتره مباراه تشيلسي مع ارسنال في الدوري الانجليزي، لكن احنا شفناه بعدها ان هو غاب في مباراه فعلا تشيلسي وارسنال وماتش بيرلي، وكان بديل في مباراه برنتفورد، وكان ممكن ما يلعبش او ممكن يلعب في الشوط الثاني لولا اصابه دييجو جوتا في الشوط الاولاني. خلينا بقى نروح ما بعد المباراة. ما بعد المباراة مش بس الناس تغنت بيه كالعادة، بس الصحف الإنجليزية، وأنا بحب أتابع الصحف الإنجليزية، يعني كتبت منشطات قوية جدا على محمد صلاح، يعني قال لك في كرة قدم وفي لعيبة عالميين وفي 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 محمد صلاح، حطيته في حتة لوحده. ده شهادة أو دي شهادة كبيرة جدا. وفكرة برضو تاني إن أنت راجع من الإصابة ودخلت الملعب أو نزلت أرضية الملعب وتألقت بهذا الشكل، بغض النظر بقى هيلعب ولا لا المباراة القادمة، بس تواجده عمل فارق كبير جدا، وتواجده كالعاده بيعمل فارق كبير جدا. برضو ده تحليلك ليه ايه؟ وليه ده الناس بتقول لك مش شايفه مع المنتخب؟ هل العبره برضو بالسكواد اللي معاك بيساعدك او لا؟ برضو خلينا نبقى صراحه، ولا الموضوع ملوش علاقه قوي بده؟ طبعا لا، في فرق امكانيات طبعا لما هنقارن لعيبه بحجم لعيبه ليفربول، ان الكل يعتبر التيم لعيبه دوليه في منتخباتهم من اول حراسه المرمى في اليسون بيكر لحد المهاجم داروين نونيز في منتخب يعني مهاجم منتخب اوروجواي. صلاح ركيزه اساسيه وعمود اساسي في الفرقه مع يورجن كلوب، وهو بالزبط. نفسه قال يعني وقت انضمام لمنتخب مصر هو وتارو اندو ان هو بيتمنى ان هو خروج منتخب سواء المصري او الياباني مبكرا علشان يقدروا يلحقوا الفريق في الاستحقاقات المقبله. صلاح ورقه اساسيه في عند يورجن كلوب، وخصوصا ان احنا في الفتره دي كمان يعني الاصابات كتيره في الخط الامامي، لو احنا اتكلمنا على دييجو جوتا او اتكلمنا حتى داروين نونيز، فالعناصر قليله عند يورجن كلوب. عوده صلاح عوده مهمه جدا، خصوصا في مباراه زي مباراه لوتون تاون والمنافسه على الدوري الانجليزي او نهائي كاس الكارباو يوم الاحد اللي جاي، وبالتالي ان صلاح رجوعه هيفرق مع ليفربول.
طبعا صلاح اسطوره من اساطير ليفربول، سواء على الصعيد الجماعي مع ناحيه البطولات اللي حققها مع النادي، وخصوصا ان الموسم ده عنده اكتر من بطوله بينافس عليها، بجانب ارقامه من الناحيه التهديفيه ومنافسته السنه دي على لقب هداف الدوري الانجليزي مع ايرلينج هالاند. يعني يمكن احنا شايفين صلاح على الشاشه. قبل ما اقفل ملف صلاح، بس شوف انت بتتكلم عن لاعب بهذه الارقام وهذا يعني الاداء الرائع جدا، بس على ده وما يقيل عنه ما يكتب عنه في الصحف الانجليزيه، وطالع على الصعيد الثاني شوف هنا بيتشكك فيه ازاي، بينتقد ازاي، بيتم التقليل منه ازاي. فتعرف المشكله في ايه؟ تحس ان عالمين مختلفين. يعني في الخارج ما فيش التقليل ده من الاشخاص مهما حتى كان مهما حصل، لكن عندنا احنا في الداخل، ومش هقول كل بس البعض، بيتفنن في كسر الخاطر، في احباط بعض الأشخاص الناجحة. أنا مش عارفة ليه الثقافة دي عندنا. هل أنا مثلا لازم أعمل كده عشان أحس إن أنا مش أقل من غيري؟ هل أنا لازم أعمل كده عشان ألفت النظر ليا؟ أكيد ليها مدارس، بس تخيل الفارق بين هنا وهناك كبير قوي. وفي الأول وفي الآخر ده مصري، بغض النظر بقى أنت بيشرفك ما بيشرفكش، وبيلعب باسم نفسه وبيلعب باسم المصريين، هو في الأول وفي الآخر بيلعب باسم محمد صلاح يعني. بس ليه الفوارق دي عندنا؟ ليه الكلام دايما عندنا فيه انتقاد واحباط؟ ليه بنستفاد ايه بده؟ لو هنتكلم على النقد فهو النقد طبيعي عموما يعني، لكن النقد في فرق ما بين النقد يعني بنقد عموما، لو انا بنقد او منطقي نقد والنقد هدام يعني هو عموما كان يعني، لو مقارنه بسيطه شويه يعني، مثلا كان ليونيل ميسي، وما فيش حد يقدر نختلف على مستوى وارقام واللي حققه ليونيل ميسي في تاريخه القروي، لكن كان مع المنتخب الارجنتيني كان بيتعرض لانتقادات كبيره ان هو ما يقدرش ان هو يحقق مع المنتخب اي بطوله تذكر واي يعني حاجه قوية للمنتخب الارجنتيني، حتى لغايه وصول لكاس العالم 2022 وفوزه بالبطوله. فكان طول مسيرته ليونيل ميسي كان بيتعرض لانتقادات من الناحيه الدوليه، لكن في الاول وفي الاخر انا طالما انا طبيعي ان انا لاعب نجم اسطوره سواء مع ناديه او حتى مع منتخب بلادي، فانا اكيد يعني هتعرض لانتقادات. وهنا يعني رد الفعل هي الاهم، وهو نقطه صلاح تركيز يكون مع الفرقه او مع المنتخب، وخصوصا ان صلاح دلوقتي يعني الامال عليه مع ناديه ومع منتخب بلاده، فاكيد هو حاطط في اعتباره كده. في فارق بين ان انا زعلانه من لاعب عشان ما بيلعبش كويس مع المنتخب، وفي فارق بين ان انا ببتدي انتقد اللاعب ده واكسر من قيمته علشان انا معترض معاه او وشايف فيه مشاكل معينه هو لازم يحلها. في فارق كبير استاذ محمد زي ما احنا بنتكلم. صحيح. لو انا هتكلم عن ميسي ممكن يكون في انتقاد ان هو ليه مش بيجيب كاس العالم للارجنتين، بس احنا عندنا المشهد ما كانش كده الحق يقال. صحيح. يعني احنا عندنا الموضوع كان اوفر بزياده. طيب هنقفل ملف محمد صلاح وخلينا نروح للنني، وعايز اروح لارسنال كمان. أنا من الناس اللي بحب أرسنال بشكل كبير جدا، لأن نادي بيشتغل على نفسه بيتطور. الموسم اللي فات شفنا أرسنال كان متألق جدا لكن ما لم يتم التوفيق يعني في النهاية. الموسم ده داخلين بقوة، دلوقتي هم المركز الثاني، وآخر ماتش كان رائع جدا، خماسية نظيفة، يعني في شغل وفي تطوير وفي إصرار على العودة مرة تانية بعد غياب سنوات طويلة جدا. بتشوف ده ازاي؟ وفي نفس الوقت هل انت متوقع ان ممكن أرسنال فعلا يغير من ترتيب الدوري الانجليزي هذا الموسم، او يعني خلينا نقول الفترة القادمة، يعني ما نلاقيش بقى التاني ليفربول بعد كده مان سيتي وبعد كده أرسنال، هل ممكن تنافس او في تنافس على المركز الاول مع ليفربول؟ في البداية أرسنال وجد المدرب اللي يناسب النادي والمشروع، وهو كان مايكل أرتيتا، رغم ان كان البداية مع أرسنال ما كانتش بالبداية المتوقعة او البدايه المأموله للنادي والاداره او الجمهور، لكن الاداره دعمت المدرب في اكتر من ميركاتو، وتحديدا كان اخرها في ميركاتو الصيف اللي فات، وتعاقد مع ديكلان رايس بقيمه ماليه كبيره جدا، رغم من وجود اكتر من نادي كان بينافسوا على اللاعب سواء كان نادي مانشستر سيتي او مانشستر يونايتد او تشيلسي، لكن الاداره دعمت المدرب بصفقات قويه، وبناء عليه هو وجد دعم من الاداره ودعم من الجمهور، وظهر في ارض الملعب من ناحيه النتائج في الموسمين الاخرى سواء كان الموسم اللي فات او الموسم الحالي. الموسم اللي فات فعلا كان الفريق كان متصدر ترتيب الدوري حتى الاسابيع الاخيره لولا خبره مانشستر سيتي والسكواد مانشستر سيتي القوي،
كان ممكن يقدر ينافس على البطوله، لكن ما رماش المنديل، رجع تاني للموسم ده وبينافس على البطوله رغم ان الاسابيع الاخيره كان بيعاني، لكن شفنا في اخر حوالي 3 او 4 جولات فوز على ليفربول ب3، فوز على ويست هام في ديربي لندن ب6، وفوز على بيرلي ب5، نتائج كبيره رغم ان هو ما عندوش حتى مهاجم صريح. صحيح. وهو خيسوس، جابرييل خيسوس، وفي نفس الوقت وجود اكتر من لاعب في الفريق، مش ما بيعتمدش على لاعب واحد بعينه، لو كان اتكلمنا على بوكايو ساكا او مارتينيلي او هافرتز او اكتر من لاعب. فارسنال الموسم ده فايق، لكن لسه هنشوف الاسابيع اللي جايه هتبين اكتر، خصوصا ان ارسنال هيكون بينافس على داخل على بطوله دوري ابطال اوروبا بجانب الدوري الانجليزي. في ناس بتقول لك او بيراهنوا على ان ممكن ارسنال يفوز بالدوري الانجليزي هذا الموسم بدراستهم او بمتابعتهم للمشهد حاليا، يعني ارسنال لا فعلا ممكن يمثل في المستقبل القريب جدا خطوره على ليفربول. بالمناسبه المواسم اللي فاتت كنا بنشوف منافسه يعتبر شبه ان هي ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، لكن اخر موسمين دخول ارسنال مع الموسم ده عوده ليفربول، فشفنا بنشوف منافسه ثلاثيه ما بين ليفربول بالترتيب او ارسنال او مانشستر سيتي. لو هنتكلم على السكواد في الفرقتين وتحديدا مانشستر سيتي وارسنال، فهم يعتبروا اكثر فرقتين جاهزين، عندهم بدل اللاعب اساسي وبديل، عكس ليفربول الفتره الاخيره بيعاني من اصابات، سواء كان اليسون بيكر، دومينيك سوبسلاي، نونيز، في برضو في ماتيب في الدفاع، ارنولد طبعا، ففي اكتر من اصابه عانى منها ليفربول وبيعاني منها الفريق. فارسنال رغم ان هو زي ما احنا ذكرنا في وجود مثلا جابرييل خيسوس هو اللاعب الاساسي او المهاجم الاساسي في الفريق، لكن في اكتر من لاعب هداف. مانشستر سيتي كذلك في المباراه الاخيره رغم ان كان مباراه صعبه خصوصا بعد تفوق تشيلسي، وكان يعتبر تفوق في الشوط الاولاني كمان من الناحيه الفرص والخطوره على المرمى، لكن مانشستر سيتي قدر ان هو يخرج بتعادل وكان ممكن يقدر يكسب. الدوري السنه دي دوري صعب، لكن رايي ان هيكون المنافسه في النهايه هتنحصر ما بين ارسنال ومانشستر سيتي. كويس جدا. هنسيب شويه بقى الدوري الانجليزي وخلينا نروح لعمر مرموش والدوري الالماني وتالقه مع انتراخت فرانكفورت وبرده التذبذب الموجود دلوقتي في التوب 3، يعني البايرن في المركز الثاني حاليا برصيد 50 نقطه لو انا مش غلطانه. يعني رايك ايه هذا الموسم في الدوري الالماني حتى هذه اللحظه من مباريات اقيمت؟ يعني ليفركوزن بيقدم بالبدايه طبعا في الصداره، فريق باير ليفركوزن بيقدم موسم استثنائي وموسم كبير جدا، خصوصا ما كانش حد متوقع ان حد هيقدر ينافس بايرن ميونخ بطل دوري الماني في اخر 10 مواسم، خصوصا كمان وجود صفقه كبيره عملوها في الصيف اللي فات وهو التعاقد مع هاري كين، ورايي ان هو لاعب يعني غير محظوظ، مش موافق الصراحه، سواء كان مع بايرن ميونخ او حتى مع قبلها مع توتنهام هوتسبير، النهارده كنا متوقعين ان هو هيروح بايرن ميونخ هينافس على بطولات سواء كان دوري او دوري ابطال اوروبا، لكن بنسبه كبيره خسرانين. بس لسه يعني هل الحكم دلوقتي فار؟ يعني صعب خصوصا بايرن ليفركوزن فايق الموسم ده جدا. فوزهم الاخير على بايرن ميونخ 3-0 مع مدرب تشابي الونسو عامل طفره كبيره جدا جدا مع النادي وحتى في الكره الالمانيه، والدليل ان احنا بنشوف دلوقتي ارتباط المدرب بالانتقال لتدريب ليفربول، وكلام حتى على بايرن ميونخ ان هم ممكن يجيبوه في الموسم اللي جاي مكان توماس توخيل. بايرن ميونخ الموسم ده مش بافضل حالاته، حتى في دوري اوروبا خسران من لاتسيو 1-0، محتاج يعوض في مباراه الاياب على ملعبه، فبايرن مش مستقر من الناحيه الفنيه رغم ان هو بيمتلك افضل نجوم قد يكون مش في الدوري الالماني لا في العالم مع هداف كبير زي هاري كين، لكن موسم طبعا كان مفاجاه في الدوري الالماني. بالانتقال على مرموش، اول موسم ليه مع انتراخت فرانكفورت، ومرموش يعني بيطلع السلم بشكل تصاعدي، سواء كان في البدايه مع فولفسبورغ وخروجه اعاره لفريق كان سانت باولي اظن، وكان في درجه ثانيه، فهو ماشي يعني خطوه خطوه، ما دخلش على طول مع فريق كبير، لا هو ماشي خطوه خطوه، لكن الموسم ده انا رايي ان هو الافضل لمرموش ان هو يبتدي يبص على خطوه اكبر، خصوصا ان برضو سنه برضو لسه احنا بنتكلم في يعني حوالي 24 25 سنه، فبالتالي ده السن الافضل ان هو ينتقل لمرحله اكبر، وخصوصا ان احنا شايفين ارتباط اسمه بالانتقال للدوري الانجليزي وتحديدا لنادي زي توتنهام، وكان كلام قبل كده على ارسنال.
فاكيد مرموش بيقدم من افضل المحترفين طبعا، مع وجود محمد صلاح ووجود كمان مصطفى محمد وتريزيجيه. طيب هنتقل سريعا عشان على قد ما نقدر نروح لكل الدوريات. للدوري خلينا نروح الاسباني. الدوري الاسباني دلوقتي برضو حسب النتائج الاخيره، انت بتتكلم الريال متصدر تقريبا 62 نقطه، وجيرونا، وبعد كده برشلونه. برشلونه حاجه و50 تقريبا، 52 حاجه زي كده. في زي ما تقول كده يعني تذبذب شوية، ريال شوية برشلونة، جيرونا دخل في النص. يعني هل أنت شايف عامة الموسم ده في كل الدوريات ابتدى يبقى فيه فرق جديدة، أو فرق مش عايزين نقول جديدة، مش مألوف تواجدها بين الكبار، ابتدى يبقى ليها مكان، وبقى فيه عدم استقرار شوية وعدم ثبات في نتائج الفرق الكبرى أو الفرق اللي هي واخدة على المراكز الأولى، بتحتل دايما المراكز الأولى، وده في كل الدوريات عموما، في الدوريات صحيح، في الدوريات الخمسة الكبار. لو اتكلمنا على استون فيلا في الدوري الإنجليزي، لو اتكلمنا على جيرونا في الدوري الأسباني، لو اتكلمنا على باير ليفركوزن في الدوري الألماني، فظاهرة ما عدا مثلا انتر في الدوري الايطالي فهو متصدر، وباريس سان جيرمان متصدر في الدوري الفرنسي. باريس سان جيرمان هيتصدر، ما هينافس مين يعني؟ مفيش منافس ليه. لكن وجود جيرونا وهو طبعا مشروع من ضمن يعني نادي من ضمن انديه سيتي جروب، هو مالك مانشستر سيتي، فبالتاكيد جيرونا برضو من الانديه اللي عاوزه تكون ليها وجود في الدوري الاسباني. وفي نفس الوقت الكلام لسه بنشوفه هيقدروا يشاركوا في دوري ابطال اوروبا الموسم اللي جاي حتى لو هم صعدوا، خصوصا ان زي ما انا ذكرت ان هم نفس الشركه التابعه لمانشستر سيتي، فطبعا يمنع وجود فرقتين من شركه واحده او من مؤسسه واحده. لكن جيرونا طفره حققوها في الدوري الاسباني الموسم ده، البعض توقع ان هم ممكن يدخلوا في منافسه مع ريال مدريد، لكن يبقى ريال مدريد هو يعني المسيطر والافضل من الناحيه الماديه والناحيه الاسكواد ومن ناحيه الاطار الفني، فوجود استقرار على كامل الاصعده مع ريال مدريد، وده بنشوفه في ظهر في النتائج في الدوري الاسباني. صحيح ان هم في اخر جوله تعادلوها مع رايو فايكانو، لكن ريال مدريد يبقى المرشح الاول، وهو هيكون الوحيد في الدوري الاسباني الموسم الحالي. صحيح ان في جود بلينجهام برضو مصاب وكده، وهو يعتبر الاهم لاعب في الموسم الحالي، الحصان الاسود، صح، اللاعب الاهم في الموسم الحالي لريال مدريد، لكن يبقى ريال مدريد ما فيش ليه منافس الموسم ده، وخصوصا ان احنا بنشوف جيرونا مش هيقدر، يعني ما فيش نفس طويل مع مشاكل برشلونه واتلتيكو مدريد. نقطه بقى مشاكل برشلونه دي اللي عايزه اتكلم معاك فيها شويه. يعني من 2019 واحنا بنسمع عن بدايه الازمه الحقيقيه بقى واقتصاديا، وابتدت كمان يبقى ليها تبعات على برشلونه، ومع رحيل ميسي وكل الكلام ده، وقلنا الموضوع ربما مش هياخد اكتر من سنتين ثلاثه ويعودوا مره تانية التالق. لكن حتى هذه اللحظه ما اقدرش ان هم، يمكن الموسم اللي فات شويه، بس ما نقدرش احنا نقول برشلونه رجع للعهد بتاعه، لا، لسه تماما. متوقع امتى؟ انت بتتكلم 2019 ل 2024، يعني سنوات طويله مش قليله، الوضع هيبقى كده ولا هيكون في سيستم مختلف، ولا في شغل على الارض ربما نتائجه تيجي في القريب؟ يعني لان برشلونه برضو لو احنا هنتكلم عن جماهيريا هو الاشهر، لو انت كمان قارنته بريال مدريد برضو هو الاكبر، واكبر كمان على القاعده الجماهيريه، فلازم يرجع مره تانية للمستوى اللي احنا نعرفه. برشلونة مشكلة برشلونة زي ما حضرتك ذكرتي مش مشكلة في الموسم الحالي، من 2019 وتحديدا في فترة الإدارة السابقة أبرموا تعاقدات بيدفعوا ثمنها حاليا لوجود صفقات ما فادتش النادي. لو اتكلمنا على فيليب كوتينيو، لو اتكلمنا على عثمان ديمبلي، صفقات عدت ال 250 مليون يورو في لعيبة ما فادتش النادي بأي شيء، سواء من ناحية الألقاب أو من الناحية المادية. يعني كل لاعب حتى منهم مشي، واحد مشي يعتبر بمبلغ ضعيف ضعيف جدا هو كان كوتينيو، وديمبلي مشي لباريس سان جيرمان برضو، فالنادي ما استفادش منهم. بجانب كده هو لابورتا هو يعني هو جاي بيحاول يصحح اخطاء السابقين.
الموسم اللي فات شفنا قلنا ممكن بدايه عوده برشلونه مع عوده تشابي وطريقه برشلونه القديمه والعهد القديم مع كان حقبه بيب جوارديولا، لكن فوجئنا الموسم ده باعلان تشابي ان هو هيمشي وان هو مش هيقدر يكمل للموسم المقبل، فهنرجع تاني لنقطه الصفر. هو مين اللي هيكون المدرب الجديد لبرشلونه بجانب الصفقات اللي هيقدروا يدعموها او يعملوها الصيف اللي جاي؟ وطبعا اكيد الاداره بتحاول ان هي تدعم الفريق، لكن المشكله الاكبر كمان من الناحيه الماديه هم مش هيقدروا يجيبوا صفقات كبيره ويدفعوا اموال كبيره زي مثلا ريال مدريد، وبالتالي بيبصوا على النقطه البديله وهي نقطه ان هم يتعاقدوا مع صفقات لعيبه بثمن قليل او لعيبه مجاني، فبالنسبه لهم المشكله كبيره. برشلونه اكيد ان هم بيحاولوا ان هم يجيبوا مداخل للنادي سواء كان من ناحيه بناء ملعب جديد او حتى من ناحيه ان هم يوسعوا من ناحيه المشروع التجاري، ان هم كانوا في الفترات الاخيره قدروا ان هم يعني يبيعوا اسهم النادي شويه او يبيعوا يعملوا رفعات للنادي من ناحيه ان هم يبيعوا جزء من القناه او يبيعوا لعيبه او يبيعوا من ممتلكات النادي علشان يقدروا يجيبوا صفقات ويقدروا يدعموا النادي. وبالتالي هيكون المشكله الثانيه برضو ان هو ازاي برضو هيحقق ان هو يجيب فلوس علشان يقدر يسدد الاموال اللي هو اخذها او القروض اللي هو عملها. برشلونه مشكله كبيره جدا قدام لابورتا، ازمه ماليه كبيره صحيح، وده كان بيخليهم يفكروا او بيدعموا في فكره ان هم ينفذوا او يعملوا مشروع السوبر ليج اللي يعتبر جميع انديه العالم رفضتها ما عدا كان ريال مدريد، كان بقياده مشروع ريال مدريد مع برشلونه حتى بوجود يوفنتوس، لكن الفكره فشلت. فبرشلونه قدام ازمه ماليه كبيره مش عارفين لسه هيقدروا يحققوها ازاي او يعملوها ازاي، لكن في وضع هم في وضع حرج، وهو المستفيد الاكبر من الموضوع ده هو اكيد الغريم ريال مدريد. عندنا تريزيجي لسه، عندنا مصطفى محمد، بس عشان الوقت انا هسالك سؤال وده اللي هختم بيه. محترفينا اللي شاركوا مع المنتخب مين وما لهاش علاقه بقى بتاريخ كل واحد مين اكبر، وانا بتكلم النسخه الماضيه، مين اللي انت شايف فعلا الافضل ما بين المحترفين المصريين مع المنتخب؟ ترتيب كده، مصطفى محمد، انا اقول مصطفى محمد، مصطفى محمد، عمر مرموش، تريزيجيه. تمام، كلام محترم. نورتنا يا استاذ محمد بجد، فقره جميله جدا اشكرك عليها. هنروح فاصل سريع جدا نرجع نكمل فقراتنا، خليكم معانا.